عيلة بتتحكم في اقتصاد العالم وثروتهم بثروة نص سكان الأرض، وهم 5 إخوات بيتحكموا في معظم اقتصاد العالم وبيمتلكوا أكبر البنوك العالمية وتلت المياه العذبة على الأرض. ومش تحكم في الاقتصاد وبس، لا ده في حروب بقى وسلام وسياسة وكمان ذهب وسندات حكومية وحتى الصحة من القرن ال 18 لحد القرن ال 21، ومكملين لحد دلوقتي مسيرتهم ومعاهم معظم بنوك العالم تحت إيديهم لأكتر من 200 سنة نظام واستقرار، وتعتبر من اخطر 4 عائلات في العالم، عائلة روتشيلد. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والفولو وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب. اهلا بيكم في رحله جديده من رحلات الرحاله، والنهارده هنكلمكم عن عائله روتشيلد. عشان نفهم القصه كامله لازم نرجع لورا ونفهم العيله دي بدات ازاي. ماير روتشيلد مات ابوه وهو عنده 11 سنه، بس قبل ما يموت كان حريص جدا انه يعلم ابنه التجاره. ورغم صغر سن ماير كان عنده 11 سنه في الوقت ده، بس كان داهيه في التجاره. ماير من مواليد 1744، اتولد من عيله فقيره يهوديه في المانيا، بالاخص في حته اسمها فرانكفورت. بس لما جه اتعلم التجاره ما اتعلمهاش زي اي حد، لا ده اتعلمها باسلوب الربا وتشغيل الدماغ. وألمانيا في الوقت ده كانت بتحكم بالشريعة المسيحية اللي كان عندهم الربا في الوقت ده حرام، فبالتالي ما كانش عارف يطبق اللي اتعلمه، بس كان كل همه انه يحافظ على ثروة ابوه اللي كان سايبها له. بدأ التجارة في العملات القديمة، وده كان مساعده ان هو يتعامل مع ناس غنية جدا منهم أمراء، لحد ما اسمه كبر وبقى بينه وبين العيلة المالكة علاقات كتير، واقترح عليهم ان هو يفتح بنك ويساعد كل التجار المتعثرين، وطبعا كله بالفوائد. وفعلا ده حصل، وصل انه بقى المسؤول عن إدارة أموال العيلة المالكة، بقى من أهم يهود البلاط الملكي، وحصل على لقب دوك، وده كان من اهم الالقاب وقتها، وقدر انه يتجوز من بنت احد صحاب الملوك، وكان برضه من اصل يهودي وعيله غنيه، وبدا بقى يثبت وجوده في اي مكان وفي اي بلد. التجار اليهود كلهم بقى في الفتره دي كانوا بيتعاملوا بنفس الاسلوب اللي هو اسلوب الربا، لان الربا في المسيحيه حرام وهم بس اللي شغالين فيه، وفعلا قدروا يحققوا ثروات كبيره منه ويضحكوا على ناس كتير. بس كان كله كوم، وماير ده كوم تاني. الراجل ده ما كانش بيدور على فلوسه بس، لا ده كان عايز يسيطر على اقتصاد العالم. وطبعا في القرن ال 18 ما كانش في حد قلقان من طموح واحد يهودي، ده كان مهمش اصلا، ولا كان في حد هيخطر على باله ان الراجل ده هيشكل اكبر تهديد على الاقتصاد. اشتغل بالطريقه اللي علمها له ابوه وكمل وفضل مستمر، واتجوز وجاب اطفال كتير منهم 5 ذكور، رباهم زي ما اتربى على اسلوب الشغل واحتياج السوق، لحد بقى ما بلغوا سن الرشد وبدا الخطر على اوروبا والعالم كله، لانه وزع اولاده الخمسه على اكبر الدول الاوروبيه. اول واحد ميشيل، وده كان معاه في ألمانيا، والتاني كان اسمه سالمون وده راح على النمسا، والتالت نسان وده يقال انه كان اذكى اخواته وراح على بريطانيا، والرابع كارل وده راح على ايطاليا، واصغرهم جيمس وده طلع على فرنسا، وكل عيل فيهم راح وعمل بنك في البلد اللي راحها. هو كل واحد فيهم كان في بلد، بس كانوا عاملين ترابط مع بعض كانها شبكه معلومات، وكلهم بيكلموا بعض وبيدعموا بعض، واي حد فيهم كان محتاج معلومات سريه ما كانش بيغلب، ما هو كله عشان مصلحه العيله، وكله بيصب في ثروه واحده. واحسن حاجه كان عاملها ماير انه كان حاطط لهم قواعد يمشوا عليها، واولها ان ممنوع اي ذكر في العيله يتجوز من بنت غير ابناء العيله او حتى تكون من اصل غير يهودي، وعشان الثروه كلها تفضل موجوده جوه العيلة. وبرضه عمل النظام ده مع بناته وما ادهمش حاجه من الميراث بتاعه، وكان كله للولاد، واكتر واحد كان بيعتمد عليه هو نسان، وعمره ما خيب ظنه، لدرجه انه اتقال عليه انه بيتحكم في الاقتصاد الفعلي لبريطانيا. لا ملك بقى ولا ملكه ولا امراء، وما تحكمش فيهم بالسلاح، لا ده اتحكم فيهم بالمال، وده طبعا كان عن طريق البنوك والبورصه، والبورصه دي بقى كانت كلها معلومات سريه، وهم اصلا ما كانوش بيعطلوا ان هم يجيبوا معلومه، كانت كل حاجه بين ايديهم. وما اكتفوش بالبنوك والبورصه، دول كمان كانوا معاصرين الثوره الصناعيه والقرش صياد يا معلم، وكلها اعمال غير قانونيه، وما فيش اي حاجه من الاعمال غير مشروعه دي بتتسجل عليهم غير اللي مكتوب على الورق. عايز اقول لكم على حاجه، اليهود كانوا متعودين على الكفاح ده كله عشان كانوا مهددين في اوروبا، لان ما فيش بلد كانت بتحبهم، واي بلد هتحاول تطردهم كان هيحصل في الاقتصاد عندها انهيار، وكان عندهم قدره اقناع رهيبه مع اي دوله او اي تاجر بيتعاملوا معاه، ده غير الاغراءات الماليه الضخمه اللي كانت بتخلص اي ديل. والنيه السوداء ظهرت في قلوب عائله روتشيلد في وقت حكم نابليون، وفي الوقت ده كان في حرب بين بريطانيا وفرنسا. نسان روتشيلد بقى في بريطانيا وصلت بالقوه انه كان بيسلف الدوله للحفاظ عليها من الحروب وحمايتهم من نابليون. واخطر تطور في العيله دي هو سرعه نقل المعلومات، لان احنا بنتكلم في عصور وسطى، والطريقه اللي هم كانوا عارفينها دي ما كانش في حد تاني يعرفها، ولحد سنه 1000
1815 واللي حصلت فيها المعركة الشهيرة ووترلو بين فرنسا وبريطانيا. وركز بقى معايا نجم في الكلام ده، الخبر الحقيقي ان بريطانيا انتصرت والهزيمة كانت لفرنسا. جيمس روتشيلد ممثل العيلة اللي في فرنسا وهو بيدير البنوك والتجارة هناك بلغ بسرعة نسان في بريطانيا ان فرنسا اتهزمت، والمعلومة وصلت له قبل اي حد. وفكر بقى نسان في الوقت ده في فكرة عبقرية هتخليه يكسب فلوس كتير ومن غير اي مجهود. طلع اشاعة وقال ان فرنسا هي اللي كسبت الحرب مش بريطانيا، وانه خلاص اسطول فرنسا داخل علينا من ناحية البحر ودي هتبقى نهاية بريطانيا، وكله صدق الاشاعة. وكل حاجة بقى في البلد اسعارها نزلت الارض، عقارات وذهب وسندات حكومية تخص البلد، وكله كان بيبيع عشان يمشي. واشترت بقى عيلة روتشيلد كل حاجة باسعار رخيصة جدا، ولما الناس بقى فاقوا وعرفوا ان دي اشاعة كانوا خسروا كل حاجة وما كانش في حد فيهم قادر يطالب بحاجة. بعدها بفترة نسان عرض كل اللي اشتراه بفايدة 50%، لدرجة ان الدولة نفسها بقت مديونة ليه وكون امبراطورية اقتصادية محدش قدر عليها، والدولة بقت بتعتمد عليه بشكل اساسي في كل التمويلات. ومش بس نسان اللي عمل كده، ده كل اخوات اللي كانوا في دول تانية كانوا بيشغلوا دماغهم وبيعملوا مصالح لحد ما قدروا يقرضوا الدولة نفسها ويدينوها، وده لحد الحرب العالمية الاولى. وكان واضح جدا في دعم عائلة روتشيلد بلاد معينة وخسارة بلاد تانية، وكانوا بيتاجروا في السلاح والدواء والسكك الحديدية، وقدروا اليهود في الوقت ده ان هم يأثروا على ليونارد روتشيلد وده كان مسؤول عن بريطانيا في الوقت ده، وقدروا ان هم يخلوه يوافق على تأسيس وطن قومي لليهود. وبعد اتفاقيات ومؤتمرات كتير قدروا يختاروا فلسطين عشان تكون وطن قومي لليهود، وده بعد دعم وتأثير عيلة روتشيلد طبعا، لان هي دخلت يهود كتير في الجيش البريطاني، ده غير كمان ان هي كانت المسؤولة على تكاليف نقل اليهود وتأسيس الدولة وكمان توفير الحماية ليهم. وكل ده وعيلة روتشيلد كانت بتكبر في كل دولة وقادرين يحافظوا على القواعد اللي تربوا عليها، ولحد دلوقتي مسيطرين على نص اقتصاد الكوكب، وقدروا يجمعوا اليهود في مكان واحد، متحكمين بشكل اساسي في البورصة العالمية والتجارة السرية والسلاح والدواء، وده اللي مخليهم مسيطرين على الحرب والسلام، وده طبعا للحفاظ على اسم العيلة وتهديد لاي حد يفكر يخوفها او يهز ممتلكاتها في العالم. على فكره مشروع قناه السويس ده كان بتاعهم، هم اللي كانوا مخلصينها لنا في مصر لما اتعملت اول مره، وثروتهم تعادل 500 تريليون دولار، والبنك الدولي ملكهم بالوراثه وبيقدروا يتحكموا في سعر الذهب، واي كارثه او حرب بتحصل في العالم لازم يكون مشترك فيها اسم عائله روتشيلد، ده غير امتلاكها الاكبر للاقمار الصناعيه والقنوات الاعلاميه وشركات الانتاج الكبرى زي هوليوود، واتنسب ليهم تاسيس المنظمات السياسيه والاقتصاديه العالميه زي الماسونية والمتنورين، وسيطرتهم على سعر الدولار وربطه بالنفط، ده أمريكا نفسها مسميهم عيلة الغموض، بس قدرت روسيا والصين إن هم يخرجوا أي حد من العيلة دي بره بلادهم. تفتكروا إن هم ممكن يكون ليهم إيد في الأحداث اللي بتحصل دلوقتي دي؟ أكيد هنعرف الفترة الجاية. وبس كده، كده نكون عرفناكم كل حاجة نعرفها عن عيلة روتشيلد، لو أنتوا تعرفوا أي معلومة تانية ما تنساش تقول لنا في الكومنتات. وبس كده، دي كانت رحلتنا النهاردة، يا رب نكون قدرنا نفيدكم بأي معلومة حتى لو كانت بسيطة. استنونا في رحلة جديدة من الرحالة.